وصفة إيطالية اسمها باستا ألا نورما، يعني مع الأك بلانس اللي هم البتنجان. الوصفة فيها تويست، استنوا شوفوا شو التويست. اليوم سالي كتير حابة نطبخ بالبتنجان. المصيبة إنه سالي عنده حساسية من البتنجان، فهنشوف شو بيصير معانا. مايستر يا سالي بتنجان خبط لزق. يلا لسه بدي اقول لك الجنينه مغطي علي، مش شايفه ايش عندك بالسله. سبقتيني والله. ما هي حلوه. اي في احلى من الخضره؟ ما في احلى من الخضار. صار دخيلك. طيب شوفي اغراض بابا غنوج مبدئيا. بابا غنوج لا، في باستا بالموضوع، طبق ايطالي. اوكي بس كمان في طابع يعني اكيد ما بنستغني عن الطحينه والزعتر، طابع شف ونص. باذنجان، وممكن اعمل شويه حركه بابا غنوج. إشي وصفه مجنونه هي الباستا. باستا الا نورما. شو يعني الا نورما؟ باذنجان بالايطالي. نورما. فانا بدي اعمل بدي اعمل باستا بالباذنجان. وقررت ليلى ايوه طحينه وزعتر على الباذنجان بالفرن. لا استني شوي. استنى شوي. طحينه بمشي معك، يعني في كفته بالطحينه بتدخل جوا، الزعتر بتدخلش هلا للاخر. لا يعني. شوفي استني علي. اكشلي يو نو وات، اشتغلي انت، اشتغلي مع خليني اشتغل وانت شوفي شو بدي اعمل. قولي لي شو بدك وانا جاهزه. لا ايش بموضوع الزعتر هلا؟ هلا لقيتي بالزعتر؟ انا عشان بحب الزعتر يعني فبخاف عليه. ومين ما بحب الزعتر؟ هلا بدنا نقطع الباذنجان. بدي كل حبه اخت الثانيه. لا حول الله يا رب، هي رح تنخلط بالباستا ما رح تبين. فأنا الشكليات هاي لما ما تكون مبينة ما بتفرق معي، فما تقعدي هلأ تتبعي لي كأني بحصة رياضيات. ستوب. إيه بس عشان نمشي صح يعني. هلأ أنت عملتي هيك تمام لهلأ. أوكي يعني شوي مايلة بس ما علينا، تقدري تعملي هيك. أوكي بدك تنحفيهم أنت زي ما بدك، بس أنا عم بحكي لك. هاي لا لا عجبتني. هلأ. موافقة ممكن اسهل شوي صح. عليكي. لا لذيذه، برافو. التوفه صراحه اول مره بعمل هاي الوصفه. انا ما بحب الباذنجان وبعمل لي حساسيه. سقف الحلق. هو انا بحبه بس بعمل لي حساسيه فبطلت احبه. اليوم قررت بدي اتحدى نفسي. ايوه لانه كتير اساسي وبدي ايش ايجك تعملي. احبب حالي بالباذنجان فقررت اخلطه مع باستا لانه انا عشقي. كثير زاكي الباذنجان مع الباستا سالي. الباذنجان ما بحبه يعني عشان ما حدا يهاجمني، عندي حساسيه منه. خفيش ما حدا بيهاجم. حدا حيقول لي كيف ما بتاكلي باذنجان؟ انا عندي حساسيه من الباذنجان بس قررت اليوم اتحدى هاي الحساسيه واشوف يا ترى رح اتحسس ولا لا. اوكي خلصنا تقطيع. هاي اوكي. هلا قطعنا زيت زيتون. ايوه اوكي. بدنا نملح ملح الكسيح. على فكره انت بتعرف انه هذا الباذنجان بايطاليا بمدينه سيسيلي يعتبر اساسي عندهم، كيف احنا عندنا الجميد يعني. من كتير هم بالنسبة لهم دخلوا بكل الطبخات تبعيتهم. والله بفهم كتير كتير كتير. وطبعا هناك بيكون عندهم أكتر من لون، يعني مش بس الباذنجان تبعنا الأسود. بتعرفي إنه أنا ما يعني ما بعرف إيش الألوان. قولي لنا إذا بتعرف. هلأ في باذنجان أبيض شوي جد؟ بيجي على بياض بس أحلى. طب شوفي شو بدي أعمل. باذنجان أبيض في بالأردن عندنا؟ لا باذنجان ابيض؟ نو. يا ريت. طب امشي نزرع، نعمل مزرعه باذنجان انا وياك. انا هاي الحركه انا مش عارفه شو بدك يعني. انا متحمسه اشوف ايش بده يطلع معك يعني. بدنا ندير الطحينه هلا على الباذنجان. اعطيني معلقه بالله. وبعدين بدك تدخليه على الفرن. بدي احط مش اول شيء بابريكا. مش فاهمه بس انا حبيت. احنا هلا احنا خلصنا العربايه، عربايه شف ونص للكعك، وهلا دخلنا على مزرعه نجيب دايزي ونحلبها لدايزي البقره تبعيتنا الحلوه. مزرعه باذنجان ولا احلى من هيك. شوفي يا الله المنظر شو حلو سالي. بحب جنونك بالمطبخ، بعشقه. هو المهم مش بس الواحد يكون عنده جنون بالمطبخ، المهم انه الجنون يكون ضابط. انا قاعده عم بحاول هيك النكهات اخليها تركب شوي براسي. ركبت. الالوان بتجنن صراحه. بعدين شويه فلفل، بيبر فليكس، تشيلي فليكس. هلا بنحطها بالفرن. دن. طب انا بس بدي هيك اقولي فيها زيت بس حطينا خلاص. بس بدي هيك
المنظر كثير حلو صراحة. طيب خمس دقايق. هو الصراحة أنا ليه اخترت الباذنجان؟ لأنه شفت نجود بتعشقه ودائما بتحاول تراعي مشاعري إنه أنا عندي حساسية، فاليوم حبيت أفاجئها. طيب خلينا نبلش نشتغل بالصوص. طيب هاي زبدة كلها. يلا خير وبركة. أصلاً ما بس سيسيليا بحبه هيك. طب ما تزعلي هلأ بشيل نصها. نقنشف لك هدول الحلوين. مو ضروري أخليها للآخر الزبدة. ها. بعد فيك تحطي زيت زيتون إذا بدك. كيف بدك البيزل يتقطع أو ينعمل؟ لا خليه هيك. خليه زي ما هو. تمام. طيب هاي زبدة ولا تزعلي. هاي رجعت نصها. هاي راح أحط زيت زيتون شوي. راح أبلش أقلب في البصل. نقلب البصل، منحط تومة. مش سامعة صوت التش يا سالي. خلاص ليه استعجلنا؟ مشيها. طيب حامية المقلاي صدقيني. إذا حامية إذا حامية بيطلع صوت. سمعتي الصوت؟ مش عارفة أنتوا سامعين أنا مش سامعة. تومة راح أحط تنتين. تين السكينة رواق. بطلت تخافي بس أمسكها. لو تشوفي كيف لما بلشنا البرنامج رجي رج صراحة. أيوة حدي لي إياها. شو محضرتي لي بسلتي سالي؟ حضرت لك أشياء مع عجبة عجبة. إذا أنت مفكرة وصفتي جنونية شوفي وصفتك. طيب ملح فلفل على البصلات. غششيني علشان هيك أجهز حالي. رح أغششك باذنجان عشان من المزرعة اللي بدنا نعملها. حبيت مزرعة. أوكي أوكي باذنجان بس بطريقة شوي مختلفة. يعني اليوم إحنا بنشتغل بالباذنجان. الباذنجان هو المكون الأساسي تبعنا. أنا كتير بحب كتير بحب الباذنجان. هو بحبك. هياك. بحبك أكتر مني لأنه أنا بعمل لي حساسية. أنا لسه لهلأ مش عارفة كيف وضعك. يعني إنه كيف بدنا إن هذا شوية nice. ملح. شوفي لي وضع الباذنجان. أنا I love it صراحة. استني خلينا نشوف. سو هينا قلينا خلصنا. بدي أحط شوية زيتون. طبعاً ناس أزواق اللي ما بده يحط زيتون برجع لإله. بتقدروا تسهلوا بتقدروا تبسطوا. أنا ممكن أغمسها هلأ. الله. هيك هلأ هلأ هيك هيك ممكن أكلها. حقيقي برافو حقيقي سالي حقيقي. أوكي هيك خلصنا باستا. أنا سلقتها وجهزتها 10 دقايق. إيش تقدروا تنقوا الباستا اللي بدكم إياها. أنا نقيت الباستا العريضة. أوكي. اللي هي السباجيتي. هلا هاي بتخيل بدك ترجع تكملي طبخها مع الباستا. مليون بالمية. طب ليه ما درناها؟ آه لا انا بدي اديرها بالصوص. اوكي اوكي ديري لي اياها هون. انا جاد بدي ادوق مش حلحق. لا بدنا ندوقها. مندوقها. انا مو معقولة عجبني النكهات اللي جيبي لي اياها. يا الله الريحه كأن ناقصها كفته. رائعه. لا تعقدي ليش الامور كفته. ما بتقدر ما بتقدر لانه صينيه كفته يعني بالباذنجان والطحينيه بدها ترجعنا باي طريقه. زاكيه انا بحب كثير الصينيه الطحينيه. خلينا نركز على اللي عندنا هون. شوف الجمال شوف الروعه صراحه. برافو سلسوله مو عادي قد ايه. قلتي لي شو اسمها؟ باستا الا نورما. الا نورما. نورما اللي هو الباذنجان بالضبط بالايطالي. الا نورما يعني بالانجليزي تذكروا نورمال. نورما برضه. اوكي خلطنا الباذنجان خلطنا الصوص حطينا شويه ملح فلفل زيت زيتون زبده تومه بصل باذنجان مع طحينه وكل الاشياء اللي شفتوها قبل شوي وانت شفتيها. Very interesting. هلا صار عندنا هون الصوص جاهز. بدك تقطعي لي البارميجان. خلينا نحط ريحان. يلا نشفتي لي اياهم عشان النكهه من هون. ها 1 2 3 4 5 5 حطيت عشان النكهة هيك. البقدونس والريحان بالأكل الإيطالي بأي كوزين يعني بأي أكل. لا هو أنت حكيت إشي حكيت إشي كتير مهم. الطليان بيستخلصوا نكهاتهم من الأعشاب. صح. وصفتي وصفة إيطالية من سيسيلي تقليدية جدا. بس المش تقليدي هو شو؟ طحينة الكسيح. زعتر أيام زمان. الله من الكسيح ولا أطيب من هيك. مو عادي قد ايه رح تطلع زاكية. بدك نحط جبنة موزاريلا ولا نخلينا على خليك على البارميجانو. البارميجانو
طيب هيك خلصنا، نخلطها كلها ولا خليها بالصحن؟ حط انتي بالصحن انتي شوي وندير فوقها. انت بتحبي تديري الباستا لحال وتديري فوقيها؟ مليون بالمية دائما احلالي. صحيح. طيب خلينا خلصنا، احنا وصفتنا جهزت. بس ضمت بقدونس هيك تقطعي لي اياهم خفيف يا شيف. ثانك يو كثير، لحقتني فيها للضمة، وين ما بروح لحقتني فيها. طب نقدر كمان ولا تزعلي ايش نزرع بقدونس؟ بقدونس وكزبرة وجرجير وريحان كله ريحان. اوكي هاي الباستا. طبعا تقدروا تحطوا بني، بتقدروا تستعملوا باستا اللي بدكم اياه. انت بدك البقدونس ناعم؟ ما حدا رح يزعل. بدك ناعم البقدونس؟ بقدونس ناعم عشان التزيين. وهي صارت جاهزة عندنا الوصفة تاعتي. اكيد زي دايما طريقة غير تقليدية. ليه؟ ما احنا التقديم يا سالي. انا طحينة الكسيح. الزيتون وين بدك تحطيه؟ الزيتون نحط بالوصفة اوريدي، بس رح نزين شوي. اوكي عامل ملخبطة بينه وبين كتير حلو المنظر يا سلسل. رائع، شو الحلاوة. اوكي هلا الجبنة شوية زيتون. انا خلصت الفاين جد. رح تدعولي كتير زاكية للناس اللي بتحب النباتي، هاي وصفتكم. المش نباتي ولا احلى من هيك، مكونات كتير سهله. طبختيها من قبل هاي سال؟ ولا عمري عملتها، شفتها مره اونلاين وقلت شفتهم عاملينها، بس قلت كيف بدي اعملها بطريقه غير تقليديه. انا بحب فيكي هذا الاشي، هاي اول مره رح ادوقها انا وياكي. شوفوا قد ايه. تعالي يلا ندوق. انا جاهز. خلينا ندوق يلا. أنه قد ما الصحن حلو ما بدي أدوق منه. أنا بحب أكل المقالي من الطنجرة للحنجرة زي ما بيحكوها. عيني قلعت العيني. من وين بتجيب مصطلحات من الطنجرة للحنجرة؟ كل حد بيعرفها سال. حول الله كل حدا بيعرفها. نايمة قلاي مش طنجرة. مو معقول شو زاكية. صراحة جد كتير زاكية، مو قادر أعلق قد ما هي زاكية. إشي بحرق، إشي الطحينة، الباذنجان، الشعطة، الجبنة، المعكرونة، الباستا، مو عادي. كيف بتلعب زاكية هيك؟ استنونا هلا شوفوا الباذنجان اللي بدها تعمل الفرن. باذنجانة من المزرعة اللي مزرعتنا عملناها. مزرعة شف ونص. مزرعة شف ونص، أرشلة، وعندك سكر بني، أنت عرفتي لإيش؟ وجبت لك نوع جبنة مختلف، الصوص تقريبا نفسه. أنا كتير حبيت إنك ريحتيني وجبتي لي صوصات جاهزة، بس طبعاً. أنا برضو رح أعمل لك صوصات. رح تعملي صوص تاني؟ رح أعمل صوص تاني. طيب تفضلي، بدك أقطع لك أنا بما إني صرت ملكة التقطيع. هلا رح أخليك تعملي إشي كتير حلو. تعالي. بدك أقطع لك الباذنجان. إيش قطعنا؟ هلا بدي إياك تعملي إشي كده تسلي شوية. شو وراك؟ سلينا. حلو. أوكي. بدي تشبح علينا. ما بدي اشبح، بدي كل اشي يعني كثير لذيذه. هاي استاتيكلي نايس. بتاخد كلماتي جول. فعلا. طيب خليني ابلش. اوكي قولي لنا شو بدك تعملي عبين ما انا اضبط لك هالباذنجانات. بدي تستلمي بارت الباذنجان، بنفس الوقت انا رح اعمل نوعين صوص، نوعين دريسنج. نوعين دريسنج. اوكي الدريسنج الاول اللي هو الخل البلسميك، بس بدي ارتسه، يعني بدي احطه على النار. أوكي. علشان يخف ميته ويصير هيك ستيكي. تمام. ملزق. أوكي. بديره على النار فبصير اتقل. بتقل ليه؟ لاني بقيم المي منه. اوكي تمام فهمت عليك. ما كنت هذا رح اتركه يضل بابل 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 بابل. طحين نشا بيض. طحين نشا بيض. من وين جبتي لي النشا؟ انه عاده بس هلا طحين بيض. طحين بيض. اوكي طحين بيض وارشل. يا عيني عليكي. هلا الباذنجان بس بدي، وهو هون على المفرمه، رشي لك عليه نتفه ملح لاني بدي ميته تطلع منه. يلا ها اعطيني بس هالملح. رح احط هون ملح وهون ملح.
يلا ادعس. اوكي هاي ملحنا. طيب شو عندي؟ ما احلاك سلسلة. نفتح جبهات منيحة احنا. ستي هون في براين هذه ديري لي عليها نتفة ملح. مش غلط. عن جد عم تحكي؟ لا. خلص بمزح. الصوص عم بيشتغل. هي عم بتر. بتحطي عليه سكر بني؟ ولا اشي. ولا زي ما ولا هو. ولا اشي زي طيب. ما هو. طلع كيف المي قاعدة عم تطلع منه. عظيم ها. وأحلاها. بدي احط لك هاي والزيت جاهز وبدنا نقلي يعني الباذنجان. نقلي الباذنجان. اوكي الله عليك يا سلسل. الله عليك. وين المقلاي؟ هي هلا انت بس حضري هون. هلا بعطيكي صحن شغاله. صح سال شو احنا بنمزح بالمطبخ؟ مش معقول انت مش عادي اللي عم بيصير. فيش مزح. طيب سال هلا بدي اعمل زيتون زيت زيتون بنكهة الريحان. الله. بدي اقطف حبات الريحان. طلعي ما احلى هالمنظر. عشان ما تقولي ليش شوربة. شوربة كتير هي بس يعني ماشي حالها. زاكي شوربة. طيب برضو على فكرة على المزرعة تبعت شيف ونص حطي لي بلا شيري توميتو. حطي لي على القائمة. يا الله شو بحبه. طيب سالي مي بتغلي. زتيت الريحان جوا. حلو تمام. اوكي عجبتني هاي الصوص تبع الريحان. برافو عليكي. زيت انفيوزد اويل. برافو عليكي. وهي الريحان خلص ورقه طريه وبالضبط. واو شفتي كيف صارت؟ عادي نزلها. هون ريحته رائعة. اوكي جهزت هاي. هاي يعني بلشت. غليت؟ غليت تمام. حعمل تنتين نفس الوقت. واحدة واحدة يا قلبي. تنتين بوسع بس خلص. بيرفكت. طيب هاي هيك. البرس ما تخافي انك تضغطي عليها. اوكي. حلطش هاي منك. بجيب لك غير. معلش على حسابك. في. ما تخافي انك تفعصيها عشان تطلعي كل ميتها. حلو. طيب راح انزل الريحان. اوكي. وراح انزل زيت الزيتون. بدي لون حلو هيك جولد. جولد حاضر حاضر حاضر. هاي زيت الزيتون. اوف 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 ما احلاه. بسم الله. تمام. واو زيت زيتون. مش معقول الزيت الزيتون على فكرة. ريحان بتشهري. طيب شو بدي أعمل؟ بدي أصفيه منيح. هلأ بالعادة بنستعمل التشيز كلوث. رح ينشف ريقنا عبال ما ننزل. أوكي. بياخد وقت. برافو على السؤال. احنا رح نعمل هيك. انا خلصت هيني حامله طبقات. ما احلاك شوف ما احلى هالمنظر. بجنن. اوكي هلا هاي بدها رواء وطولة بال لا يوصف. يعني هاي العمليه تبعت الزيت الريحان تبعها يعني ما بعرف انا قديش رح اعرف اعملها. سهله بس حسيت حالي بمشحمة وهي نزل زيت وأعصر أو معصرة زيتون. فهمكم أسطلة زيت زيت الزيتون اللي منكه بالريحان. منجيب هالريحان منسلقه منقيم منعصر عشان تنقامل مي. منضربه بالخلاط مع زيت الزيتون. بتصفى. هلأ إذا صفيناه بالمصفاية العادية بنزل مع حبيبات الريحان. إذا صفيناه جوا ورق المطبخ اللي خميل او التشيز كلوث اللي بنعمل فيها الجبنه خلينا نحكي وبنعصرها منيح بنزل زيت زيتون لونه اخضر. شايفه كيف كتير حريصه سالو انا قاعده عشان ما ينحرق. ما ينحرق وبدي اوصل للكثافه. انت متذكره كيف كانت المقلاي كلها كانت فل خفت
وتطلعي. ما شبك بسرعة، تمام؟ هاي روعة. هاي اللي بدنا اياه هلا علشان اقدر اتعامل معه، بدي انزله بصحن. اغسل لك البندوره؟ لا مغسوله، ما غسلتها. طيب اوكي، بدي اديرها بصحن علشان تبرد واقدر استعملها. اوكي نزلي شوي بواقي ولا لا؟ اه طبعا. فانتاستيك. بعدين هلا ايش بدك تعملي؟ شفتي هون شو عملنا؟ كثفنا الطعمه وقويناها. هاي خلص. روعة. طيب نكست من هون. طيب بدك تقطعي الموزاريلا. آه. فبدك تعملي طبقة موزاريلا طبقة باذنجان ولا ايش؟ بالضبط. ما احلى. اوكي روعة. منبلش رقم واحد عندي من الصوص الحمراء تبعيتي. عرفت ايش بدك تحطي هلا؟ البيس يعني الارضية تاعت الصحن رح تكون صوص. هياتها عظيم. باذنجانة، جبنة. ما أحلى. هلا الموتزاريلا بالعادة بتحب الملح معاها. ما قلنا لك نملح قبل شوي، نقستي هون. تمام عظيم. باذنجانة. طب خليني أنا أعمل. تعالي بدي إياكي صراحة عشان يطلع المنظر مش عادي، نحط شقفتين جبنة هيك. الله. ملح الجبنة الثانية نسيت أي واحدة بس بس. أوكي ولا تزعلي. بيرفكت. هلأ تمام. هلأ آخر إشي بدي طقية. طقية إيش يعني هيك؟ يعني آه بالضبط. هاي طاقيتين كمان ولا تزعلي. بالفرن. تعرفي رح اعمل هيك عشان اسيطر على اعصابي. برافو سالي. يلا خلي الجبنه تدوب. مين تايم نبلش نعمل صحننا الصوص الثانيه تبع الكولد سالاد تبعي. حلو. بدك الصوص الاحمر؟ هلا رح نستعمل الباستو. الله. هاي وهاي كثير انا بحب الباستو، مش معقول. تمام تفضلي. وعندنا التشيري توميتو، بدنا ننقي الوان حلوه، اشي اخضر واشي كثير حلو انه في اخضر وفي شوفي الالوان. طب هيك بدك تخليهم؟ اذا ببالك اشي ثاني يلا ادخلي. هلا سالي ليه حطيته انا على الطرف؟ لانه في عندي صحنين رح ينزلوا. هاد اوكي رح ينزل جنبه. اه طب وين بدنا نحطه؟ أوكي. اذا انت حطيتيه بالنص. اوكي اوكي انا فكرت صحنين يعني نحطهم جنب بعض. بدك انت احكي لي شو على بالك، قرر. جعبالي كل واحد له دن. ما بدي نخلط الهاد. هاي شوفي سال تعالي. ها رح اقطع لك هاي. ما احلاها تجنن. وانت عندك هدول، عندك هاي، عندك هاي، وعندك البلسمك، وعندك زيت زيتون. اوف ورجين شو رح تعملي. عجقنا. ويلي عليك يا سال. هلا بدي اشوف صراحه، مو عارفه ايش رح يطلع معي. شو ما طلع منك انا مبسوطه، لانه بعرف رح يطلع كتير اشي حلو كتير اشي زاكي. هلا يا ساتر اعمل هيك. اوكي شو عم تاكلي؟ باذنجان. اوكي بعاده اذا في اشي حلو سالي ما منخبي. شو هو؟ البندوره؟ بندوره، الجبنه، ما نخبيها. ما بدنا نخبيهم. هيا بدك الصوص يعني كان على جنب يكون مثلا؟ بركي في ناس بحبوا ياخذوا الصوص على جنب زي مبدا السلطه دريسنج اون ذا سايد. بدنا رشه ريدكشن ورشه الاولي. بعرف كيف بدك تجيبيها بطريقتك يعني.
وزعي على الصحن. محلاكي هيك. وهاي هاي المعلقة للجليز. مش معقول شو فظيع. يلا ارفع ايدك لفوق نزل. شو هذا؟ ودس. حاسة حالي زي الولد الصغير. حركاتك نجح بالامتحان. يا ألواناتك يا سالي. بعد أكتر من هيك الشيف بطرك من المطبخ. هذا كوست اسمه. خسارة. كوست هذا. واو رائع سلسل. شو رأيك؟ عن جد عن جد راضي صراحة علي؟ بيك تايم. طب هاتي ندوق الجبنة هاي جاهزة هيك. بدي أدوق أنا هالبلسامك اللي ذبحتينا فيه. يلا كيف عملتيه من السكراتش؟ شو وضع ال أيها هانت ها. مو عادية. بالصحون الإيطالية هم كتير معروفين ببساطة النكهات والمكونات، ففي إشي كتير بحب أنا أستخدمه معاهم يعني بالمطبخ الإيطالي. less is more، يعني بالكترة مش شطارة. سوري سالي بحبك. فهي العجقة اللي صارت حلوة، بس هي مش عارفة إنه كترتها رح يعني مثلاً خل البلسمك صار زي البقعة قد ما دارته كتير. هو بس هيك تيك تيك يعني فنان تيك 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 خلص بيطلع للعين أحلى. اليوم الصحون سالي درجة أخرى. تفضلي. هذا مو معقول. أنا بدي أدوق. يعني طولنا 7 دقايق عبال ما دابت الجبنة. البتنجان مستوي جاهز، كملناه جوا الفرن ودابت الجبنة وخلصنا. حبلش هون. يلا. نعمل هيك نعمل هيك. نايس نايس نايس. افتتحي. طار الدايت من فوق سلسول. مو عادي. ايوه دعس. ايوه مش طبيعي. سكر مالح جبنة بتنجان مقرمش دايب كله مع بعض. أحلاكي سالي. أنا باخد هاي شهي هيكا. يعطينا العافية. جد كتير كتير رائع. غريب مش تقليدي أبداً. سهل. إذا أنا بقدر أعمله كل حدا بيقدر يعمله، ومنكم نتعلم. فانتاستيك. ثانك يو شيف. كثير حلوه الحلقه. ثانك يو. يعطيك الف عافيه. كثير زاكيه الوصفه تبعت شيف نجود. الوصفتين بواحد ولا اروع من هيك. تعلمت كثير اليوم منها. كل شيء كثير زاكي، بس انا ممكن يعني ما استعمل، اجيب الصوصات جاهزه. طيب سو عملنا العرباي وعملنا المزرعه لشيف ونص. شو ضايل؟ شو رايكم؟